هذا وتسعى مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية وسط جهود مضنية لتعزيز التكامل القاري وتطبيق الإعفاءات وإزالة العوائق الجمركية. ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الدكتور أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي. دكتور أماني، يعني مصر بتسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري، برأيك كيف عززت مصر دورها الريادي في الفترة الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعفت العلاقات مع التكتلات الاقتصادية بالقارة؟ هو طبعا يعني تحت رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي الذي رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد على ضرورة التعاون الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، نعم، والاستثمار في البنية التحتية والطاقة وذلك للصناعة، وأيضا دعم الأخوة الأفارقة في جميع على جميع المستويات ببناء قدرات القطاع الخاص والمرأة والشباب. وكان رأينا اليوم في يعني كلمة التهنئة التي أدلى بها سيادة الرئيس في يوم أفريقيا اليوم، كيف أنه يكون هناك دور للقطاع الخاص الأفريقي وخصوصا القطاع الخاص المصري للبنية التحتية والصناعة، وكيفية تصدير الخبرة العلمية المصرية والمساعدة الشركاء في القارة الأفريقية للصناعة ودعم مشروعات القارة الأفريقية لتحقيق أجندة التنمية 63. نعم. ودور القطاع الخاص الذي أكد عليه السيد الرئيس اليوم، وأيضا دور الشباب في القارة الأفريقية والمرأة هام جدا، لأنه أجندة تنمية القارة الأفريقية تدعو أن تكون هناك أفريقيا ذات سلم ذات رخاء ذات تكامل اقتصادي يدورها المواطنون الأفارقة. وإذا رأينا أن أصلا أنه إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية التي انطلقت أيضا تحت رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي، كيف أن يكون هناك لا يكون هناك عوائق اقتصادية، لا يكون هناك جمارك وإزالة جميع العوائق حتى يكون دور القطاع الخاص ويكون هناك منتج أفريقي ذو جودة عالية ذو تنافسية عالية، وحتى يكون هناك تكامل اقتصادي بين دول القارة الأفريقية. نعم، يعني مما لا شك في أفريقيا سوق واعدة للسوق المصرية، لكن السؤال كيف يمكن مضاعفة الجهود لزيادة الصادرات؟ يعني هناك أيضا جهود للدولة للوصول لهدف 100 مليار من الصادرات. هناك اولا يعني ده سؤال هايل جدا، لانه اذا احنا قلنا ان النهارده التبادل التجاري بين دول القاره اقل من 16%، وازاي ان احنا نضاعف الصادرات المصريه للقاره الافريقيه، فلا بد ان يكون هناك ثلاث عوامل لهذا يعني لهذه المضاعفه. اولا ان يكون هناك تعريف بالمنتجات المصريه التي يمكن ان تصدر للقاره الافريقيه، وذلك من خلال لذلك انشا مجلس اعمال افريقيا في اطار قرار القمه الافريقيه لزياده التجاره البينيه بين دول القاره وتفعيل منطقه التجاره الحره القاريه، فالتعريف بين دول بين القطاع الخاص الافريقي. ثاني شيء، ازاي ممكن انه مصر تصدر الخبره العلميه بتاعتها علشان خاطر يبقى في تصنيع وان يكون هناك منتج افريقي قوي ذو جوده عاليه وتنافسيه؟ ازاي من خلال الاليات اللي موجوده الان زي مجلس اعمال افريقيا، مجلس اعمال الكوميسا وجميع المجالس الاعمال واتحادات الغرف التجاريه التي تحت مظلة مجلس الأعمال الأفريقي يتم التبادل التجاري بين دول القارة؟ ويعني احنا يعني مثلا دلوقتي في تحت مجلس الأعمال الأفريقي في لجان متخصصة للتجارة للصناعة للسياحة لدعم المشروعات غير المتوسطة. نعم، سريعا النقطة الثالثة التحتية. نعم. من خلال هذه اللجان المتخصصة الآن يعني ستستضيف مصر إن شاء الله في أكتوبر القادم مؤتمر للقطاع الخاص الأفريقي الذي يدعم التواصل بين القطاع الخاص الأفريقي. نعم. والذي يضم جميع نعم في عجالة النقطة الثالثة في عجالة النقطة الثالثة النقطة الثالثة بناء قدرات القطاع الخاص الأفريقي والتي تشمل المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة المتوسطة التي أيضا دعا إليها النهاردة سيادة الرئيس في كلمته في يوم أفريقيا. نعم، لضيق الوقت أشكرك الدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، شكرا جزيلا لك.